السلام عليكم أعزائنا الطلبة، المحاضرة هذه نتحدث بها عن الانجواينال كانال. طبعا الانجواينال كانال نحن نحتاجه ليش؟ لأن أنتوا هسه إن شاء الله من الدوام مردهات الجراحة راح تتعاملون هواي ويا مصطلح انجواينال هرنية، فلازم نعرف شنو هي الانجواينال كانال. نجي أول شيء نعرف شنو الانجواينال ليجمنت. الانجواينال ليجمنت إحنا شنو قلنا انجواينال ليجمنت شنو أساسه؟ الاكسترنال أوبليك مصل من إجت تسوي إنسيرشن، سوت المن الإنسيرشن للإليك كريست، طبعا غير الزايفويد بروسيس واللينيا ألبا والبيوبك كريست والبيوبك تيوبركل، فصارت أكو أجزاء من الفايبر ما بين الإليك كريست وما بين البيوبك تيوبركل. فهذه شلون سوت انسيرشن؟ الابونيوروس سوت انفولدنج على روحها حتى شنو تحاول قدر الامكان تسوي انسيرشن للعضله. اذا انا العضله مالتي مال اكسترنال اوبليك من اجت تريد تسوي انسيرشن راحت على الاليك وراحت على البيوبك، هذه الفراغ ما بين الاليك والبيوبك سوت الابونيور سوت انفولدنج. اذا اكسترنال اوبليك مصل سوت ابونيوروسيس، اكسترنال اوبليك ابونيو سوت فولدنج انفولدنج، يعني ظلت تفتر الى ان سوت لهذا الليجمنت امتداد الليجمنت ما بين نقطه الفراغ. يعني شو نقطه الفراغ؟ نقطه احنا شو نسميه ديفكت، لان انا هنا جزء من الانسيرشن وهنا عندي جزء من الانسيرشن وهنا عندي بعد فايبر تسوي انسيرشن، فتسوت الابونيروس سوت فولدنج ما بين الانتير سبيليك سباين الى البيوبك تيوبركل وسوت لي هذا الليجمنت. هذا الليجمنت لين يم الانجواينال ريجن فش يسميه انجواينال ليجمنت، واضح؟ اذا هذا شنو الانجواينال ليجمنت اصلا؟ ابونيوروسيس مالت من مال اكسترنال اوبليك من اجت سوت جزء من الانسيرشن بالاليك كريست وسوت جزء من الانسيرشن بالبيوبك تيوبركل، بقى هنا هاي الاريا فلازم تقوي الانسيرشن مالته، سوت فولدنج الابونور سوت فولدنج الى ان قوته. فاذا هو فولدنج مع الاكسترنال اوبليك ابونيوروسيس ما بين الانتير سبيليك سباين والبيوبك تيوبركل. هذا الانجواينال ليجمنت هسه راح ناخذه بإله دور هواي. نجي على اللاترال اسبكت. اللاترال اسبكت هذا الليجمنت اطى اوريجين العضلات. اذا تتذكرون انا قلت لكم اكو عضلات تاخذ اوريجين منها اللي هي انترنال اوبليك والترانسفيرس ابدومين. انترنال اوبليك تاخذ ثلثين والترانسفيرس ابدومينس تاخذ ثلث، وقلت لكم بالإليك كريست بالانسيرشن مال انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس ما راح الح عليكم، بس من نوصل يم الانجوان اريدكم تحفظون هاي الاثلاث، ثلثين انترنال اوبليك وثلث ترانسفيرس ابدومينس، واضح؟ اذا the lateral aspect of inguinal ligament give origin to the العفو give origin المين للانترنال اوبليك ثلثين والترانسفيرس ابدومينس ثلث، واضح؟ زين الانفيريور بوردر هنا مالت الانجواينال ليجمنت يسوي اتاتشمنت المن للدي فيشيا مات الثاي اللي هي من هي فيشيا لاتي، يسوي اتاتشمنت المن للدي فيشيا. نجي على مصطلح لاكنر ليجمنت. لاكنر معناها الهلالي. هسه عندي هذه الاكسترنال اوبليك مصل سوت انسيرشن للينيا البا وراحت على البيوبك كريست وراحت على البيوبك تيوبركل وراحت على الإليك كريست، هاي الاريا بعد بيها فايبر نازله، فسوت الابونيون سوت فولدنج سوت ليجمنت شنو سميته انجواينال ليجمنت امتداده ما بين البيوبك تيوبركل وما بين الانتيريور سوبيريور إليك سباين. لاحظوا الانترنال الاكسترنال اوبليك راحت للبيوبك كريست، عافت مسافه راحت للبيوبك تيوبركل وسوت الليجمنت وراحت لل انتير سوبير إليك سباين. هاي المسافة ضرورية تعرفوها، هاي المسافة ليش ما خذت البيوبك كله؟ ليش خذت كريست وتيوبركل وعافت هاي المسافة؟ راح تطيني هنا الانجواينال اوبنينج اللي يمر بيها السبرماتيك كورد. اذا هي السد البيوبك كله بالانسيرشن انها لا يقدر يعبر سبرماتيك كورد ولا يقدر يعبر من راوند ليجمنت، فالاكسترنال اوبليك خلت ببالها من نسوي انسيرشن. هسه انا الانسيرشن لينيا البا وبيوبك تيوبركل العفو بيوبك كريست وفي مسافة وتسوي بيوبك تيوبركل انسيرشن، وهذا الانجواينال ليجمنت. قلنا اللاترال اسبكت المن يطي اوريجين يطي للانترنال اوبليك تاخذ ثلثين
منه وتطلع للانسيرشن مالته، والترانسفيرس ابدو مستاخر ثلث وتطلع المين الانسيرشن مالته. زين شنو معنى اللاكيونر ليجمنت؟ لاكيونر ليجمنت انجواينال ليجمنت ميديالي راح يطي منه ليجمنت ثاني يمتد المين للسوبيريور ريموس مات البيوبك، هذا هنا تحت الانفير ريموس، وهذا شو اسميه سوبيريور ريموس. اذا اللاكيونر ليجمنت ينزل من الانجواينال ينزل داونورد المين للسوبيريور ريموس اوف ذا بيوبك. زين ليش هذا الليجمنت رب العالمين خلقه؟ طبعا هو سميناه لاكنر يعني كريسنت يشبه ليلة، حتى يعطيني المارجن للفيمورال رينج. تذكرون مرحلة أولى خذيتوا الفيمورال رينج والفيمورال كانال، يعطيني الميديال وول أو الميديال مارجن مات الفيمورال رينج، يعني يرسم لي حدود الفيمورال كانال. ميديال يشرح ألقى اللاكيونر ليجمنت. زين نجي على البكتينيال ليجمنت. إذا نشوف الصورة هذا الانجواينال ليجمنت، تبهولي هذا الانجواينال ليجمنت نزل على السوبيريور بيوبك ريموس لاكيونر ليجمنت، بعدين يطلع منه ليجمنت شو اسميه بكتينيال ليجمنت. هذا البكتينيال ليجمنت يمشي عليه من على البكتينيال لاين، هذا البكتينيال ليجمنت يمشي عليه من على البكتينيال لاين. نجي هسه على مصطلح سوبرفيشال انجواينال رينج. هسه نرجع ونقول اكسترنال اوبليك سوت انسيرشن نزايفو لينيا البا نزلت داونورد اجت على البيوبك كريست عافت مسافه راحت على البيوبك تيوبركل سوت فولدنج لها حتى تقوي الانسيرشن، هذا الفولدنج شنو سميناه؟ سميناه انجواينال ليجمنت، وراحت على انتير سوبيريك سباين وكملت الانسيرشن على اليمين على الاليك كريست. واضح الحد اللي هنا؟ قلنا هذا الانجواينال الى رول الى اهميه انجواينال ليجمنت اطى انسيرشن بقيه العضلات ثلثين انترنال اوبليك وثلث ترانسفيرس ابدومينس، ياخذن ثلثين يطلع للانسيرشن. ترانسفيرس ابدومينس تاخذ اوريجين من ثلث وتطلع المن للانسيرشن مالته. نجي زين دكتوره شو معنى سوبرفيشال انجواينال رينج؟ يعني اشوفه سوبرفيشال يعني من اشيل السكن راح القى اكو اوبننج نازل منها سبرماتيك كورد والراوند ليجمنت، شو اسميها هاي سوبرفيشال، يعني مجرد ما افتح السكن راسا راح اشوفها. واضح هاي سوبرفيشال انجواينال رينج من اسمها superficial it is triangular. هسه اذا تشوفون المؤشر ايش قاعد يرسم؟ يرسم طبقه مثلثه it is triangular defect shape defect. هذا الديفكت وين صار؟ صار بالانسيرشن مات الاكسترنال اوبليك، قلت لكم الاكسترنال اوبليك كضت بالبيوبك كريست عافت مسافه كضت بيوبك تيوبركل، اذا الديفكت صار بانسيرشن مالت مين؟ مات الاكسترنال اوبليك مسل. واضح and medial to the pubic tubercle. دائما هاي ال الرينج تصير ميديال لان هذا بيوبك كريست هذا بيوبك تيوبركل، فهي هذه صايره المين ميديال للبيوبك تيوبركل. شنو يعبر منها السبرماتيك كورد بالميل والفيميل شنو عندي الراوند ليجمنت اوف يوترس. واضح من يعبر السبرماتيك كورد ياخذ تغليف هنا نشوف هسه ايش قد فادتني كستانوبليك قطت معبر سوبرفيشال انجواينال رينج هاي وحده. اثنين من يعبر السبرماتيك كورد من عندها تقول له يابا حطيك حمايه راح اعطيك تغليف خارجي، من اسمه تغليف خارجي. تغليف يعني شنو؟ فيشيا. خارجي يعني شنو؟ اسمه اكسترنال. العضو الان قمت غلفته شو اسمه؟ سبرماتيك كورد. اذا شو يصير اسمه؟ اكسترنال سبرماتيك فيشيا، او اذا في مشغول تغليف خارجي اسميها external covering of round ligament of uterus. واضح نجي على deep ring inguinal ring. هاي ما تشوفوها الا اذا نشيل العضلات. يلا نشوف اذا superficial قص السكن اشوفها مين تكونت superficial؟ هي عبارة عن triangular defect. هذا triangular defect مين يجى؟ من external oblique، لان هي سوت اجى سوت للبيوبك tubercle insertion عافت مسافة اجت للعفو بيوبك كريست انسيرشن عافت مسافه اجت بيوبك تيوبركل، فتركت لي فراغ مثلث تراينجولار ديفكت. حتى شنو الغايه؟ يعبر سبرماتيك كورد والراوند ليجمنت، ومن عبر سبرماتيك كورد والراوند ليجمنت اعطتهم تغليف خارجي شنو سميته؟ اما اكسترنال سبرماتيك فيشيا او اذا في ميل اكسترنال كفرنج اوف راوند ليجمنت. واضح زين دكتوره والديبرينج؟ الديبرينج لازم نشيل العضلات. يلا نشوفه الديبرينج اذا تريد تحددها هذا الانجواينال ليجمنت
تختار الميد بوينت مالته فوق الميد بوينت 1.3 cm، يعني تقريبا يعني هيش تقريبا مسافة قصيرة 1.3 cm above the midpoint راح تلقى deep ring. وشو شكلها؟ it is oval، تكون oval هنا لأن spermatic cord يثقب ويعبر. والspermatic cord شون شكله؟ مثل اليوتيوب rounded، فالopening مالته شو تكون oval أو rounded. زين دكتورة، هو spermatic cord طالع من يعني عفوا يريد يطلع من داخل الجسم، يعني هسه كأنه قاعد يعوف الابدومن يطلع out سايد، فمن يطلع من الابدومن يطلع اوت سايد، اول شيء شي تخبي مو تخبي العضل، هاي ترانسفيرسالس فيش، احنا مو قلنا اذا شلت المصل راح القى اكو فيشيا، اذا هو من يطلع من الابدومن منو راح يثقب اول مره؟ الفيشيا. اذا هاي الاوبننج وين صارت؟ صارت بالترانسفيرسالس فيشيا. اذا الديبرينج هي عباره عن اوبن اوفال اوبنك موجوده وين؟ بالترانسفيرسالس فيشيا، بينما الديبرينج هي تراينجولر وين موجوده؟ بالاكسترنال اوبليك. واضح؟ ولان هو السبرماتيك كورد او الراند ليجمنت من يطلع عن يثقب الترانسفيرسالس فيشيا راح تعطيهم كفرنج، وهذا الكفر يصير اول كفر، يعني البقيه الاغطيه اللي تصير عليه تصير بالترتيب أوسط وبعدين خارج، يعني هذا أول كفر أجيب عليه ترتيب ثاني يصير وسط، أجيب عليه ترتيب ثالث يصير ترتيب خارجي، يعني أول غطاء ياخذه شو نسميه internal spermatic fascia. هسه نجي هنا، هذا شنو عندي اسمه؟ هذا اسمه inguinal ligament. هيا opening هان سميها superficial inguinal opening. ليش شفتها لين superficial؟ بس اشيل السكين اشوفها شو تعبر لي هنا spermatic cord. شون شكلها؟ قاعد اشوفوها مثلثة. ليش؟ لان defect صار triangular defect external oblique، هذه سوت insertion pubic crest وبيوبك تيوبركل وعافت لي هاي المسافة. من عبر السبرماتيك كورد مشكورة الاكسترنال اوبليك تطلع غطاء خارجي على تغليفة خارجية وراح ينزل. هاي التغليفة الخارجية شو تسميها؟ اكسترنال سبرماتيك فيشيا. زين دكتورة الديبرينج وينها؟ الديبرينج لازم اشيل هاي، شوفوا هاي العضلات كلها اشيلها، يلا شوفوا وين موجود هذا الميد، هذا انجوينال ليجمنت الميد بوينت 1.3 راح القى. زين دكتورة شنو هذا السبرماتيك كور؟ شوفوا راح يطلع، من راح يطلع؟ راح يثقب هاي الفيشيا. هاي الفيشيا شو سميها؟ ترانسفيرسالس فيشيا. شوفوا ترانسفيرسالس فيشيا، ترانسفيرس ابدومنس انترنال اوبليك اكسترنال. اذا اول شيء هذا هو هذا سبرماتيك كور، ايش راح يثقب لي؟ يثقب لي ترانسفيرسالس فيشيا. اذا هذه الاوبننج الثانيه منين جت؟ اوفال اوبننج من الترانسفيرسالس فيشيا، راح تعطي اول غطاء والأغطية بعدين تجي فوق هذا الغطاء، يعني هذا أول واحد وبعدين يجي عليه غطاء ثاني بعدين يجي عليه غطاء ثاني، فهذا يصير غطاء داخلي يسمي internal spermatic fascia. واضح؟ نجي على الانجوينال كانال. انجوينال كانال يجي واحد يقولي شنو الانجوينال كانال؟ الانجوينال هاي هي الديب رينج وهاي superficial رينج، هاي المسافة ما بين الديب رينج والسوبرفيشال رينج هاي كأنه قناة ورسمت. هاي القناة شو سميها؟ انجوينال كانال. it is intramuscular، لاحظوها ما بين العضلات، it is intramuscular slit، كأنه قاعد يعني المصل قاعد تتباعد. lying above وين القاها؟ ما القاها lateral لأن هي الاتجاه medially، إذا above the medial half of inguinal ligament. إيش قد طولها؟ طولها 4 سنتيم. إحنا نلاحظوا الإصبع مالتكم بثلاث سلاميات، السلامية الوحدة قياسها 2.5 سنتيم. فهذا تقريبا سلامية ونص حتى يصير 4 سنتيم. واضح؟ It is start من the deep inguinal ring اللي superficial inguinal ring بيها wall، بيها شنو؟ wall. واضح؟ شنو هذه الwall؟ بيها interior wall، باعوها بيها interior wall، بيها posterior wall، بيها superior wall وبيها inferior wall. لحد اللي هنا واضحة؟ خلينا نشوف شنو هذه الwall. أول غلاف يغلفها اللي هو من هو قدام، من هو اللي يغطي على هاي الكنال؟ ما أشوفها الإكسترنال أوبليك. إذا أول غلاف من هو؟ إكسترنال أوبليك. واضح؟ ثاني غلاف هسان قاعد أحكي على الانتير وول، ثاني غلاف الانترنال أوبليك. الانترنال أوبليك إذا هسا أنا هاي الكنال أشوفها؟ لا، منو مانعتني إني أشوفها؟ عضلة كبيرة شو أسميها؟ إكسترنال أوبليك. إذا انتيرير وول مين متكون من إكسترنال أوبليك زائد انترنال أوبليك. زين دكتورة ليش انترنال أوبليك؟ لأن انترنال أوبليك هاي هي
شنو هذا الانجوينال ليجمنت. هاي الميد بوينت مو صحيح، هنا الرينج الديب رينج. قلنا الترانز الانتيرنال اوبليك تاخذ ثلثين اوريجين يعني ثلثين، فاذا تاخذ ثلثين تلحق على هاي الرينج تغطيها لو لا تلحق، اذا تطي انتير وول لو ما تطي تطي. بينما الترانسفيرس ابدومينس ما تاخذ هواي، تاخذ ثلث فما تلحق على هاي الرينج حتى تطيها انتير وول كفر. اذا هسه هاي الكنال شنو يمنعني اشوف الاكسترنال اوبليك انتيريوري زائد الانترنال اوبليك؟ ليش الانترنال اوبليك؟ لان تاخذ ثلثين فتلحق على هذه الكنال تغطيها انتيريوري، واضح؟ زين الفلور شنو عندي هسه؟ هذه هي الكنال، شنو الارضيه؟ هذا انجوينال ليجمنت زائد الليجمنت اللي ينزل داونور، شنو سميته؟ سميته لاكيونر ليجمنت. زين الروف السقف، السقف هسه شو تشوفون؟ يا عضله هذه وهذه اللي هي من هي انترنال اوبليك والترانسفيرس ابدومينال. شوفوا سووا الروف لو ما سووا الروف؟ سووا الروف لان هن خذن اورجين وين يريد يروحن؟ انسيرشن هنا، واضح؟ فاذا يسوون هنا لاترالي سووا اكو كفر، هنا لاترالي اكو عضلات كفر سوت لي السقف، وهنا ميديالي همنا اكو تندن سوالي سقف. منو العضلات اللي هنا؟ هاي الانترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس. ميديالي منو سوالي كفر؟ هذا التندن، هذا التندن جاي من اتحاد ذني العضلتين فسميته كونجوين تندن. اذا ميديالي منو عندي؟ كونجوين تندن اللي ذكرناه بالمحاضرات السابقه، جاي من هاي العضلتين رايحات نفس الانسيرشن فيتح تحدن بتندن واحد، هذا التندن واحد صار مثل القوس، فمن صار نفس القوس صار سقف لو ما صار سقف؟ صار سقف، سميته conjoint tendon medially. بس هنا العضلتين بعدهم ما متحولات تندن فيطن كفر laterally، يطن سقف laterally. posterior wall شوفوا هاي posterior wall، من هي posterior wall؟ البوستير وول هاي الفيشيه شو اسميها؟ ترانسفرزاليس فيشيه. وباعوا هنا الكونجوين تندن نزل بوستير لو ما نزل بوستير؟ يعني نزل بوستير. اذا ميديالي لاترالي منو عندي؟ ترانسفرزاليس فيشيه. وميديالي منو نزل بوستيريري؟ الكونجوين تندن. اذا هسه انا هذا ما اشوفه، ليش؟ غطيت الاكسترنال اوبليك زائد الانترنال اوبليك. الانترنال اوبليك تلحق على الكنال لان ماخذه من ثلثين اوريجين، واضح؟ ماخذه من ثلثين اوريجين. الترانسفيرس ابدومينس ما تغطي انتير لان تاخذ ثلث، شوفوا الحد اللي هنا تاخذ اوريجين وتصعد فما تلحق تغطي الكنال. زين الفلور من هي؟ الارضيه، الارضيه انجوينال ليجمنت زائد لاكيونار ليجمنت. زين السقف دكتوره، السقف عندي عضلات وعندي تندن، العضلتين منو؟ ذني الثنين اللي هنا ورا الاكسترنال اوبليك، منو؟ ترانسفيرس ابدومينس انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس، سووا لي السقف لاترالي. هل بقان عضلات؟ لا، تحولن الى تندن واتحدن، شنو سميته؟ كونجوين تندن. يتحد التندن لان حيروحن الانسيرشن واحد. زين دكتوره بوستيرير منو عندي؟ بوستيرير اذا تشوفون هاي الفيشيه، هاي شو اسميها؟ ترانسفيرساليس فيشيه لاترالي. بقت هنا ترانسفيرساليس فيشيه؟ لا، الكونجوين تندن مو قاعد يسوي انسيرشن، همنا مر بوستيريري، واضح؟ شنو الكونتنت اوف انجوينال كانال؟ الكونتنت اذا ميل سبرماتيك كورد والفيميل لا الراوند ليجمنت اوف يوترس. طبعا لانها هنا عندي ليجمنت فتصير سمولر كانال مقارنه بالميل اللي يمر بيه سبرماتيك كورد. بس ان بوث الميل والفيميل راح يمر نير بنسميه اليو، لان جاي مين؟ من الاليوم ورايح للانجوينال ريجن. يعني هسه انجوينال كانال اذا رايح لمن؟ للانجوينال ريجن، سميته اليو انجوينال نير. اللي قلت لكم جاي من يا L1 لو L2، L1 اعطتني نيرف اسمه اليو هايبوغاستريك، واعطتني نيرف ثاني شو اسميه؟ اليو انجوينال. واضح اللي هنا؟ اذا انا عندي سبرماتيك كورد وراوند ليجمنت، بس عندهم شيء مشترك بيناتهم، نفس النيرف اللي جاي من L1 اسمه اليو انجوينال. انا قاعد احكي بالانجوينال كانال ما اقول اليو هايبوغاستريك، اليو انجوينال. نجي على السبرماتيك كورد، ما هو السبرماتيك كورد؟ من اسمه كورد يعني بي ستراكشر. ما تشوفوا هذا كله سبرماتيك كورد. It is a collection of structure that traverse يعني تعبر، تعبر الانجوينال كانال من الديب رينج للسوبرفيشال رينج، فهمتوني؟ بس هنا انتبهوا لي هاي العبارة and pass to and from. شنو كلمة pass to؟ يعني الارتر يجي pass to testis وبعد
بس فروم مصطلح فروم مو اجاني الارتري للتستس منو راح يطلع فروم تستس اب الفين واضح اذا هنا باس تو الارتري باس تو النيرف واضح باس فروم منو عندي عندي الفين باس فروم منو عندي الليمفاتيك اذا it is a collection of structure that traverse يعني تعبر الانجوينال كانال هاي structure باس تو وباس فروم ذا تستس يعني تدخل وتطلع من التستس اكو structure تدخل اكو structure تطلع نجي شنو الكفرنج يعني لان سبرماتيك كورد في الستركتشر مهم فانا ما قلت لكم اذا عندنا شيء مهم نغلفه شنو الكفرنج مال سبرماتيك كورد هاي الكفرنج اجت من الموجود اول غطاء خارجي كستيرنال سبرماتيك فيشا قلت لكم يا عضله تفضلت على السبرماتيك وطت الغطاء الخارجي من طلع من السوبرفيشال رينج السوبرفيشال رينج جايه من الكستيرنال اوبلي فالسبرماتيك كورد من طلع قلت له اخذ وياك كفر خارجي انا اكسترنال فراح اعطيك كفر خارجي همين اسمه اكسترنال هذا شو اسمه اكسترنال سبرماتيك فيشا اذا اكسترنال سبرماتيك فيشا جايه من الكستيرنال اوبليك مصل العفو اكسترنال اوبليك ابونيوروسس واضح زين نجي تريماستريك فيشا اذا نجي هنا العفو اذا نجي هنا على هذه هذا السكن هاي دارتوس مصل واضح تذكرون اللي قلت لكم فاتي يتحول الى مصل نجي على هاي الطبقه الثانيه هاي شو نسميها اكسترنال سبرماتيك فيشيا اكسترنال سبرماتيك فيشيا مين جايه من اكسترنال اوبليك ندخل شويه راح نلقى هاي الطبقه الحمراء شو نسميها كريماستريك فيشيا اللي جايه من اذا تذكرون محاضره السابقه قلت لكم الانترنال اوبليك يعبر من يمها السبرماتيك كورد فياخذ منها مصل نسميها كريماستريك مصل كريماستريك فيشيا بعدين يجيني هاي الطبقة اللي نسميها انترنال سبرماتيك فيشيا اللي هي جاي من ترانسفرزاليس فيشيا اذا اول ما يطلع السبرماتيك كورد ياخذ كفر من الترانسفرزاليس فيشيا هاي اول كفر انترنالي بعدين يطخ بيمن بالانترنال اوبليك لان هي صايره انتيريوري خذ منها كريماستريك فيشيا بعدين يطلع من السوبرفيشال قل له خذ لك كفر خذ اكسترنال سبرماتيك فيشيا اذا انترنال من الترانسفيرز ترانسفيرزاليس فيشيا يعني هو ثقبة أول وحدة طخ يم الانترنال اوبليك طت كفر طخ بالاكسترنال اوبليك طت كفر نجي شنو الستركتشر اوف سبرماتيك كورد اول شيء عندنا الفاز ديفرنس هذه تستس هذا الفاز ديفرنس بعدين شنو عندي الارتري انا قلت لكم عندنا ارتري التستيكولار ارتري التستيكولار ارتري ارتري يجي من الاورتا رب العالمين خلاه يجي من الاورتا مباشر وينزل مباشره المن للتستس اذا عندي تستيكولار ارتري يجي من الاورتا واضح ليش رب العالمين خلى التستيكولار ارتري يجي من الاورتا ليش ما خلاه يجي من الاكسترنال اوبليك الموجود بالحوض انترنال اوبليك موجود بالحوض مو هذا اقرب لا رب العالمين لان هذا التستس هي عباره عن برودكتيف اورجان فلازم الارتري مالتها يكون محمي انا اذا اخليها بالبلفيس احتمال يصير فراكتشر بالبلفيس يجي على هذا الارتري ويقطعه فهذا الاورجان يتاثر فحمايه الى رب العالمين خلى الجونادال ارتري سواء تستيكولار او اوفيريان ارتري من يجي من منطقه الاورته الموجوده بالابدومن ابدومينال اورته واضح يعني حتى لو يصير فراكتشر بالبلفيس ما راح يتاثر التستيكولار ارتري راح يتاثر اوفيريان ارتري لما ينشأهم منين من الاورته اذا الفاز ديفرنس testicular artery بعد شنو عندي عندي هاي البلكسس هاي البلكسس شو اسميها بامبين فورم بلكسس هي عباره عن مجموعه من الفين تتحد بعدين تصير سنجل فين وهمينه حالها حال التستيكولار artery testicular artery مو اجى من الاورتا فالفينس درينج وين الفينس درينج وين يروح للابدومن همينه ما يصب الفينس درينج مال البلفس يروح للابدومن واضح اذا انا متعوده الانفير فينا كيفا موجوده وين موجوده على من على الرايت سايد فاذا التستس مالت الرايت سايد مباشره وين تصب الفين مالتها الفينا صدرانج بالانفير فينا كيفا زين التستس بالليف سايد انفير فينا من تصعد ابورد راح اشوف الانفير فينا كيفا على الرايت بعيده عنها فش راح تسوي تصب الموجود منها يمها من الموجود الرينال فين واضح اذا الليف سايد وين راح تروح للرينال فين
بينما الرايت سايد من تصعد راح تشوف انفير فينا كيفا بوجهها فراح تصبي. نجي هسه هنا باولي هاي الكفرز هاي هسه هاي شو نسميها هاي البرة هاي external spermatic fissure بعدين هاي شو نسميها هاي كريماستريك مصل وياها كريماستريك فيشي وهذا النيرف اللي قلنا شو اسمه هذا النيرف اللي يغذي نسميها هسه ناخذها طبعا اكو نيرف نسميه اليو انجواينال وهذا النيرف يغذي كريماستريك مصلز هذا شو اسمه النيرف هذا النيرف لين رايح للجينيتال اريا فش اسميه جينيتال برانش واضح وفروم جينيتو فيمورال اذا هذا النيرف هذا النيرف اسمه جينيتو فيمورال ليش جينيتو رايح للجينيتال اريا وينزل على الفيمورال ريجن اذا هذا اسمه جينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال من اقول جينيتو فيمورال يعني يروح للجينيتال اريا ويروح للفيمورال اريا يعني يجي جينيتو فيمورال ينقسم قسمين قسم يروح للفيمورال اريا وقسم يروح للجينيتال اريا لان انا قاعد احكي بالسبرماتيك او كورد فاذا هذا جينيتال برانش مو الفيمورال برانش هذا من هو جينيتال برانش اوف جينيتال فيمورال شي يزود لي يزود لي الكريماستريك ماسل زين خلصنا هاي external spermatic fascia هاي كريماستريك مصل ان fascia هذه الداخل شو اسميها internal spermatic fascia هاي جاي من external oblique هاي جاي من internal oblique هاي جاي من اول شي ثقبته السبرماتيك كول اللي هو من هو transversalis fascia هذا الفاز difference هاي الارتري شو اسميه testicular artery وهاي شو اسميها البامبي form plexus هذني النيرفز واضح هذني شو نسميه النيرف اللي هن عبارة عن سمباثيتك فايبر وتلاحظون تمشي الارتري اكو شيء اسمه رامينا لمفاتيك فيزلز همينه اللي هي تستيكولار لينف نود وقلنا اللينف نود تتبع الارتري تستيكولار لينف نود تستيكولار ارتري مين جاي من الاورتا اذا تستيكولار لينف نود وين الصوب صوب الاورتيك لينف نود واضح اورتيك لينف نود او بار اورتيك لينف نود نفس المصطلح ماكو اختلافين الاورتيك لينف نود تصير على جانبي الاورتا والبار اورتيك لينف نود هم تصير على جانبي الاورتا اذا عندي لينفاتيك واللينفاتيك خذوها قاعده تتبع الارتري اذا انت تستيكولار ارتري جاي من الاورتا اذا تستيكولار لينف نود وين الصوب بالباورتيك لينف نود واضح نجي على مصطلح رامينت اوف بروسيسز فيجينالز بعدين متاخذون الجينيتال سيستم ديفلوبمنت بروسيسز فيجينالز هي عباره عن احنا شلون نقول دليل جايدر احنا اول تستس ما تتكون وين موجوده بالابدومين بعدين تسوي هجره اوتسايد اوف ذا ابدومين وتستقر بمكانها outside فان هذه الهجره من سايد ابدومين تو اوتسايد لازم لها جايدر يعني مثل ما نقول دليل واحد يجرها بيده ويقول يابا طلع من الابدومين اوتسايد اوف ابدومين من هذا الجايدر البروسيسس فاجينالس فبعدين من يولد البيبي المفروض هاي البروسيس فاجينالس تنسد تنلغي تصير رامينت واضح فمن نجي ندرس سبرماتيك كورد راح نلقى هذه هي الرامينت مالته نجي على البوستيريور ابدومينال وول احنا مثل ما درسنا الانتيرير ابدومينال نشوف اكو بوستيرير ابدومينال وول بوستيرير ابدومينال وول اغلبيه المصل انتم خذيتوها بمرحله اولى احنا مجرد راح نمر عليها مرور الكرام البوستيرير ابدومينال وول يتكون من ميد لاين ولاترال الميد لاين انا بنقول بوستيرير ابدومينال يعني احكي على الثوراسيك فيرتبرا لو اللمبر فيرتبرا احكي على اللمبر فيرتبرا يا بش قد عدد من اللمبر فيرتبرا اللي راح ندرس 5 5 لمبر فيرتبرا ويا الديسك مالته اذا هسه من توقفون انتو كبوا البوستيرير ابدومينال راح تلقون اكو فيرتبرا بالنص هاي الفيرتبرا مو ثوراسيك هاي الفيرتبرا لمبر ويا الديسك مالته اذا 5 لمبر فيرتبرا ان ذير ديسك هاي بالميد لاين لترال ايش راح تجيني شوفوا هذا اخر رب شو اسمي هذا الرب الاخير اللي احنا قلنا كم رب عندنا 12 الرب الاخير يعني يا رب 12 رب واضح زائد من هو البون مات البلفس اللي هو منه هذا الابر بارت مات البون مات البلفس واضح اذا هسه بالميد لاين عندي الفيرتبرا اللمبر وباللاترال همين عندي بون عندي اخر رب 12 ويا الابر بارت مات البوني بلفس عندي مصل اي عندي سوس اثنين عندي سوس ميجر وسوس ماينر وعندي الياكس وبالاضافة الى الكوادريتس لامبورم واللي يغطي هذه الجهة شوفوا هاي وين المؤشر هنا اكو عضلة نسميها ترانسفيرس ابدومينال
يعني من افتح انا هسه بطن المريض واوخر كل الاورجنز راح اشوف بوستيريا اكو عضله سوس ميجر وسوس ماينر، والقى عضله مربعه نسميها كوادريتس لامبورا وعضله هيك طالعه هاي شو اسميها ترانسفيرس ابدومينس، واذا انزل على الحوض راح القى الالياكس. سوس ميجر ماسل، سوس ميجر ماسل is one of the muscle of the posterior abdominal wall. الأوريجين من الأوريجين لأنها مصل موجودة بالposterior abdominal wall يعني باللمبر ريجن. إذا تأخذ الأوريجين من five lumbar region five lumbar vertebra زائد آخر thoracic vertebra اللي هي رقم 12. إذا من تأخذ الأوريجين من آخر thoracic vertebra رقم 12 زائد الخمسة lumbar region. يعني إحنا عدنا العفور lumbar vertebra، يعني إحنا شقد عدنا lumbar، عدنا خمسة والثوراسك عندنا 12. إذا تأخذ من آخر وحدة 12 زائد الخمسة لمبر فيرتبرا. تأخذ الأورجن، إذا تنتبهون هالعضلة كبيرة هذه راح تنزل داونورد الانسيرشن مالتها للفيمر. وين بالضبط بالفيمر؟ مو لجريتر تروكنتر، وإنما تروح وين؟ للليسر تروكنتر. لأنها باللمبر ريجين، إذا النيرف سبلاي منو نقصد به؟ اللمبر بلكسس. إذا تأخذ أوريجين من آخر ثوراسك 12 زائد الخمسة لمبر وتتوجه للفيمر، الفيمر ما تأخذ لجريتر تروكنتر وإنما تروح اليمين على اللسر تروكنتر، ولأن هي عضلة باللمبر ريجين إذا تأخذ النيرف سبلاي مين؟ من اللمبر بلكسس. الأكشن، الأكشن عندنا تو أكشن. إذا ثبتت أنا الترانك راح أسوي فلكشن لهذا الجوينت والثاي يقترب على الترانك، كأنه قاعد أطبق أطبق الثاي على الأبدومن، واضح؟ أطبق الثاي على اليمين على الأبدومن. إذا flexion of the thigh at the hip joint on the trunk، واضح؟ أما الأكشن الثاني لا، الأكشن الثاني إذا تريد تحفظه كأنه أنت واقف والقلم طاح بالقاع، فأنت شراح تسوي وأنت واقف؟ راح تحني أو سو flexion للترنك وتمد إيدك للأرض وتاخذه، يعني ثبتت الثاي وقمت على الفلكشن مال الترنك، أنا قربت الترنك هنا على الثاي، هنا أنا أقرب الترنك على الثاي، بينما بالأكشن الأول لا، أنا أجيب الثاي على الترنك، واضح؟ يعني كأنه الأكشن الأول مثل هذول اللي يلعبون الأيروبيك الرياضة، هو نايم على الأرض ويجيب الثاي قربها على الأبدومن. أما الأكشن الثاني أنت واقف والقلم طاح من عندك، راح شو تسوي وأنت واقف؟ تحني الترنك على الثاي وتميد إيدك على الأرض وتأخذ القلم. هذا الأكشن of the سوس ميجر مصل. السوس ماينر، السوس ماينر مين تأخذ؟ مو مثل الميجر من تي 12 وكل الخمسة لمبر، لا تأخذ مين؟ تأخذ من تي 12 وإل 1، بس تي 12 وإل 1 تكون سمول وعدها لونج تندن. وين يروح؟ يروح للبكتينيال لاين، ما يروح هنا. وين يروح؟ يروح للبكتينيال لاين. مدام هي باللمبر ريجن، إذا النيرف سبلاي من لمبر بلكسس. شنو الأكشن؟ It is a weak flexor، يعني هي تطبق الترنك، weak flexor of lumbar vertebra، يعني تجر سوي نفلكشن لللمبر فيرتبرا. هنا نجي على هذه العضلة اللي هي شو اسمها؟ اسمها كوادريتس لامبورم. ليش سميناها كوادريتس لامبورم؟ كوادريتس لأن هي شكلها هسه طبعا شفت شلت السوس ميجر والسوس ماينر، فطلعت هاي العضلة. هاي العضلة سميتها كوادريتس لأن شكلها كوادريت لامبورم، لأن وين موجودة؟ في منطقة اللمبر ريجن. من الأوريجن؟ احنا قلنا السوس ميجر وماينر ياخذ ان اوريجين من الفيرتبرا وينزل ان داونورد الانسيرشن مالته. الكوادريتس لامبورم بالعكس، تاخذ الاوريجين من جوا وتصعد لي فوق تسوي انسيرشن، ذني اوريجين من فوق، هاي الاوريجين مالته وين؟ من جوا. زين شنو عندي؟ العظام الجوا تعطيني الاوريجين. اول مره شنو عندي؟ عندي الإليك كريست. ثانيا شنو عندي؟ عندي آخر لمبر فيرتبرا اللي هي شو اسمها؟ لمبر فيرتبرا رقم خمسة. اللمبر فيرتبرا رقم خمسة عندها بروسس جانبي شو اسميه؟ ترانسفيرس بروسس. إذا هاي الكوادريتس لامبورم تاخذ من هاي العظمة شو اسميها؟ إليك كريست. تاخذ من هذا البروسس شو اسمه؟ ترانسفيرس بروسس مال آخر لمبر فيرتبرا. مو احنا قلنا تاخذ من جوا؟ إذا آخر واحد من هو؟ L5. اكو مسافة ديفكت ما بين هذا الترانسفيرس بروسس وما بين الإليك كريست. شلون العضلة تكمل الأوريجين تصعد؟ نفس الفيشيا مال هاي العضلة تقول انا راح الف روحي، يعني شو نقول؟ نسوي فولدينج وسوي لجمنت يربط ما بين الإليم واللمبر. يعني هو الديفكت وين صاير؟ هي خذت منا وصعدت وخذت منا وصعدت هاي الاريا. لو اشيل هاي الليجمنت راح القى هنا اكو ديفكت، ماكو شيء.
فمنو يسد هذا الديفكت؟ ليجمنت. هذا الليجمنت منين صاير؟ صاير ما بين الإليوم وما بين اللمبر، فسميته إليو لمبر ليجمنت. هذا الإليو لمبر ليجمنت مين يجي؟ يجي إنه الفيشيا مال كوادريتس لامبومر تبرعت تسوي لي هذا الليجمنت حتى تاخذ العضلة الأوريجين مالتها وتصعد. إذا منين؟ من إليك كريست بعد ترانسفيرس بروسيس مال اخر لمبر فيرتبرا اللي هي الخامسه، زائد لجمنت سوت الفيشيا مال هاي العضله سميناه اليو لمبر. اليو من الاليام، لمبر لين همنا من اللمبر، وتصعد ابورد. من تصعد ابورد هنا بتسوي انسيرشن لكل ترانسفيرس بروسيس، يعني تسوي للاربعه للثلاثه للاثنين والواحد، زائد الطخ باخر ضلع. اخر ضلع احنا شقد قلنا عدد الاضلاع 12، اذا اخر ضلع من هو الضلع ال 12، واضح؟ لينها باللمبر ريجن، اذا راح يزودها من هو اللمبر بلكسس. شنو وظيفتها؟ اول وظيفه لها اذا انا هيك واقفه، اذا شدت هاي العضله يعني اشتغلت، راح شو تسوي لي؟ تسوي لي لاترال فليكشن للترانك، وإذا شدت هاي العضلة هم نسوي lateral flexion المين للترانك. إذا شغلها، إذا اشتغلت هاي تسوي lateral flexion للترانك. بقى شنو شغلها؟ شغلها أهم شيء على هذا الرب. هذا الرب سائب، يعني ما عنده اتصال بالاسترنوم. اتصال الوحيد وين؟ فقط هنا بهاي الفيرتبرا، فمعناته الاستيبلتي مالته بيها خلل. فرب العالمين شنو سوى؟ جاب هاي العضلة يسوي اتاشمنت للرب، هم نسوي له depression downward، وبهيج حالة قاعد زيد الستيبلتي، يعني قاعد قوي الاتاشمت، اتاشمت من هنا واتاشمت منها، فيصل هذا الرب شنو؟ مور ستيبل. واضح؟ وين عندك رب مسوي اتاشمت بس هنا، وين عندك رب مسوي اتاشمت منها ومنها، اذا يكون اكثر ستيبلتي. اذا نسوي لي ديبريشن داون وورد لهذا الرب وتزيد لي الستيبلتي مالته. لمبر فيشي، اللمبر فيشل is three layers of tough fibrous tissue. واضح؟ تغلف لي المصل. طبعا لمبر فيشل مصطلح تسمعون به هو، من اقول لمبر فيشل يعني اكو fibrous tissue يغلف لي اللمبر ريجن، يا لمبر ريجن المصلز، تمني المصلز. واضح؟ بي انتيرير كومبارتمنت وبي بوستير كومبارتمنت. الانتيرير كومبارتمنت شي يغطي لي، يغطي لي الكوادريتس لامبورم والسوس مصل. بوستير كومبارتمنت لا، الركت سباين مصل. واضح؟ يقول لك انتيرير ان ميدل لامينا، بي لاير انتيرير ان ميدل لامينا فاوند اونلي ان لامبر ريجن. واضح؟ هسه يجي واحد يقول لي دكتوره انتي هسه عندي انا المصل مات اللامبر ريجن اللي هي من هو؟ هناخذ الصوره اللي وراها احسن حتى نفتهم. يجي هنا شوفوا لي هاي اللامبر فيشيا، شايفين هذا التخطيط؟ هاي اللمبر فيشيا. اللمبر فيشيا يعني موجودة وين؟ باللمبر ريجن. زين شو تغلف لي؟ تغلف لي عضلات اللمبر ريجن. شنو عضلات اللمبر ريجن؟ السوس مصص كوادريتس لامبورا. واضح؟ لحد هنا واضحة؟ هاي شوفوا هاي اللمبر فيشيا، هاي فايبرس تيشيو لاير تغطي لي المصل مالت من؟ مات اللمبر اريا. شنو هي المصل؟ اذا عدتها هاي هي ال سوس مصل يعني ميجر وماينر كوادريتس لامبورم، زائد العضله الخارجيه اللي هي مو داخل الابدومي وانما تابعه للباك، شو اسميها؟ الركت سباين مصل. واضح؟ من اجي انا هسه عندي انتيرير كومبارتمنت وعندي بوستيرير كومبارتمنت، من اقول انتيرير كومبارتمنت يعني صاير انتيرير، من اقول بوستيرير كومبارتمنت صاير بوستير. انتيرير كومبارتمنت شو يشمل؟ يشمل هذني العضلتين ذني الصايرات انتيريري، شنو النسوس والكوادريتس لامبورم. من اقول بوستيرير كومبارتمنت يعني منو؟ الاركت سبايني مصل. يجو السلايد لو نرجع له يقول لك اكو انتيرير ان ميدل لامينا وعندي بوستيرير لامينا. الانتيرير لامينا منها هذه والميدل لامنا هذه، تير لامنا تغطي لي السوس، والميدل لامنا شو تغطي لي؟ الكوادريتس لامبورم. البوستير لامنا تغطي لي الركت سباين مصل. يقول لك هذه الانتيريا اللي تغطي لي السوس والميدل اللي تغطي لي الكوادريتس لامبورم حدودها بس باللامبر ريجن. واضح؟ بينما البوستيرير لامنا يعني هاي التغليفه
البوستيريري اللي تغطي الإركت سبايني حدودها على طول الظهر على طول الباك. ليش؟ بس يقول واحد يقول دكتورة هي ممكن اللمبر فيها شيء، ليش هذني التغليفات بس باللمبر وهاي ألقاها على طول الباك؟ لأن السوس والكوادريتس لامبورم بس باللمبر إيريا أشوفها، شفتها أنا فوق بالثوراكس؟ لا. شفتها بالنيك؟ لا. فإذا حدودها بس باللمبر، فالأنتيرير لامن مدام هذني العضلتين بس باللمبر، إذا اللامنة اللي تغلفها بس أشوفها وين؟ باللامبر ريجن. زين نجي على الاركت سبايني، من اسمها اركت سبايني يعني على امتداد السباين مات السباينال مال فيرتبرال كولوم. انا الفيرتبرال كولوم بادي من النيك داونورد الى الساكرم، واضح؟ فاذا السباينس بروسيس موجودات على طول الفيرتبرال كولوم، فهاي العضله راح القاها على طول السباينس بروسيس. فاذا هاي اللامنه ما دام هاي العضله باديه من رقبتي داونورد للساكرم، هاي العضله موجوده، اذا اللامنه مالتها راح اشوف من رقبتي داونورد للساكرم يعني على طول الباك. هسه عرفتوا هاي العضله موجوده وهي الفيرتبرال كولوم، فيرتبرال كولوم باديه من رقبتي داونورد للساكرم، ولان هاي العضله موجوده على طول الباك فاللامنه مالتها موجوده على طول الباك. طلابنا احنا صحيح قاعد شوي نلود عليكم بالمادة، بس احنا ان شاء الله نعديها، واي سؤال ان شاء الله يعني تحاولون تتواصلون ويانا، وان شاء الله ماكو شيء اذا حتى تعملون عيد شرح المحاضرة. وشكرا جزيلا.